طيب هذا الهدف، وأيضا إلى جانبه هدف آخر هو المواقع والسكنات هلا قلناها جليلوت 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 اللي بدكم اياها، خلص مفهوم صار. استهداف عدد من السكنات والمواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية سواء في شمال فلسطين المحتلة أو في الجولان السوري المحتل، اللي هي بحد ذاتها هي أهداف وعم ينعمل عليها عمليات بشكل دائم وبشكل شبه يومي، وأيضا يعني استهدافها بما هي، وثانيا من أجل إشغال واستنزاف القبب الحديدية وصواريخ الاعتراضية، ومما يتيح الفرصة للمسيرات أن تعبر باتجاه العمق. هاي كانت الخطة والفكرة اللي انشغل عليها. هلا ليش هذا التوضيح؟ بيجي الجواب فيه بعدين على السردية الإسرائيلية، حتشوفوا حجم الكذب والادعاء يعني مبين هذا استوديو بهوليود، يعني كانت هذا حكومة العدو اليوم. بالنسبة للسلاح المستخدم، تقرر أن يكون استهداف المواقع كلها والقواعد في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري بصواريخ الكاتيوشا اللي بعدنا عم نستخدمها من 11 شهر، موزعا على طول الجبهة بالعشرات على مختلف المواقع. وكان المقرر انه الاخوة يطلقوا 300 صاروخ، من هلا الحكي عن 8000 و6000 و7000 هلا بوصل له. القرار هو اطلاق 300 صاروخ كاتيوشا وتوزيعها على هذه المواقع، لان هذا العدد كافي اولا لاستهداف المواقع اللي هي 11-12، وثانيا لاشغال القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية لعدة دقائق لتعبر المسيرات، ما بنحتاج اكثر من هيك. والسلاح الاخر هو سلاح المسيرات بأحجام وأنواع مختلفة، وسط وكبير وإلى آخره. وعلى أساس أن جزء من هذه المسيرات سيتجه إلى عين شيمر أو شيمرة، والجزء الأكبر سيتجه إلى جوار مدينة تل أبيب إلى جليلوت. طيب توقيت والإجراء، توقيت نحن اخترنا صباح الأحد اليوم يوم 40 الإمام الحسين عليه السلام، صار الاتفاق مع الإخوة أنه بيصلوا الصبح بيعملوا التعقيبات اللازمة وبيكونوا على منصاتهم ومرابضهم لإطلاق النار 5:15. هلأ شعم العدو بيرجع له كمان. قبل ذلك يعني قبل توقيت المطلوب بالليل، كل المنصات لإطلاق الصواريخ كانت جاهزة في كل المحاور على كل الخطوط وموضعة وحاضرة ومبرمجة زمنيا وما في ولا مشكلة على الإطلاق. وجميع مرابض المسيرات أيضا كانت جاهزة قبل 5:15، سواء في جنوب النهر أو في شمال النهر أو حتى في منطقة البقاع.